توفي صباح أمس الثلاثاء شقيق الفنانة زكية محمد الملقب كريم يعلى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصابه منذ أكثر من شهر من الآن. الفقيد قضى أكثر من 20 يوما بمستشفى طراني من أجل العلاج من الفيروس الخطير، ولكن شاءت الأقدار أن ينتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض. وللتذكير، لم يتمكن الراحل من المشاركة مع ابنته سارة فرحتها بنيل شهادة البكالوريا التي حصلت عليها مؤخرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل مسواه الجنة والبقاء لله.